لو كان هون كان تطليعة واحدة. التوقف عن العطاء لما كان له بينهم والإبداع في خلق كل شيء من اللاشيء بالتشاركية هو عنوانهم. هذا ما يتصف به طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية وإداريهم. السنة هي افتتحنا الموسم بورشة عمل مشتركة بين قسم السينوغرافيا قسم التقنيات المسرحيين. افتتحنا ورشة هي تجربة جديدة من نوع جديد من العروض. كنا عم نشوف تجارب الانستليشن والعروض التجهيزية والفن التركيبي والمفاهيمي. فكيف نحن نقدر نطيع أدوات الطلاب بالقسمين نخلق نوع عرض جديد يخدم أدواته. بعد نتاج عصف ذهني شهر كان شهر متواصل وصلنا لصيغة عرض لطرح جديد. عام جديد فيه المزيد من المواهب والفنون بأنواعها استقبله أفراد المعهد العالي بحلة جديدة تليق بانطلاقة أكاديمية جديدة استقبلت اليوم مواهب من شبان وشابات من مختلف المراحل الدراسية حيث تم ذلك برعاية وزارة الثقافة. انطلاقة العام الأكاديمي كان حافلاً بالعروض المتنوعة التي قدمها الطلاب منها البصري والمسرحي والراقص. مثل ما شفته يعني طبعاً من شوي هو بيحكي عن الواقع والحلم ووقت ما يكون الإنسان بمرحلة الوعي واللاوعي. الوعي اللي هو موجود بالواقع واللاوعي اللي هو مرتبط بالحلم وعلاقة كمان أحلام الطفولة اللي هي نفسها ذاتها انتقلت للكبر بس صارت يعني صارت بمفهوم تاني فقدت هاي البراءة وهي البساطة اللي موجودة صارت في يعني مثل حالة إنه دائما واحد بده يسعى لحتى يوصل للي هو بده اياه بطريقة كتير معقدة فقدت هاي البساطة تبع الطفولة. العلاقات اللي موجودة دائماً المتناقضة اللي موجودة بالكون كلياته. عرض نتاج ووركشوب ضلت شهرين بين قسمين السينوغرافيا والتقنيات. اختبرنا أدوات جديدة شغلات ما أنا مجربينها من قبل مثل البروجكشن مثل ما شفتوا هو الإسقاط الضوئي على كتل معدة مسبقاً ومواد كمان مصورة مسبقاً. جميع الأعمال التي قدمت كان التعب فيها ممزوج بروح المشاركة والتعاون بين الطلاب والإداريين والمشرفين ليقدموا أعمالاً حقيقية وليسلطوا الضوء على الواقع المعاش في سوريا. تم العمل على هذا النص. نحن أخذنا النص الأساسي اللي هو لابتر تيرسون الخزان العظيم هو نص إنجليزي مكتوب بالستينات. حاولنا قدر المستطاع أنه نأخذ الفكرة الأساسية استناداً عليها لنعمل ارتجالات حرة لمحاولة الوصول لنص سوري أصيل بيعنينا إنه سعينا قد ما فينا أنه نعمل ارتجالات كل الكاست مع بعضنا ارتجالات حرة يعني لنطلع من نفس الفكرة لنص سوري أصيل. نص سوري بيمثل واقع اليوم وبيعبر عن هموم العالم وبالنهاية هي مهمة المسرح. رسالة إنسانية حملها الطلاب لجميع الحضور مفادها أن الشعب السوري شعب صامد قادر على مواجهة كل الصعوبات ليس فقط في ساحات المعركة بل أيضا بالشعر والفن والقلم.